الله الله الله. علي انت منورني يا علي والله العظيم. والله العظيم منورنا. شفت المسرحيه حلوه جدا. شفت شفت وزير القلش. شفت الدنيا بقى وسط الدنيا فين. ده دماغ وزير القلش. بس انا جايبه لكم النهارده انا بشكل وزاره حضرتك، فاحنا عيناك وزير الفرفشه بجد والانبساط ومكافحه الفتي بقى. يلا يعني انا وزير احسن. انا كل ده الانبساط والفرفشه. ايوه ومكافحه الفتي عشان احنا ايه رؤساء مجالس الفتي طبعا. ايه رايك؟ الشعب انا كله برحب بعلي ربيع في بيت العيله كوزير للانبساط والفرفشه ومكافحه النكد والفتي. ربنا تعظيم. سلام بقى. سلام. الله الله. ايوه كده يا الله. حلو قوي. انت عارف يا علي الواحد لما بيبقى مبسوط غير لما يبقى سعيد على فكره. ايه ده؟ غير اما تبقى مبسوط غير لما تبقى سعيد. دي حاجه ودي حاجه. السعاده ممكن تبقى لحظه، ممكن تبقى ثانيه، ممكن تبقى في عمل، ممكن تبقى، انما تبقى شخص مبسوط، وشك مبسوط، راضي. ايه رايك؟ هتعمل ايه بقى سياده الوزير؟ والله انا لو وزير فعلا السعاده انا هشوف الناس نفسها في ايه واعمله. يعني هشوف الناس ايه اللي بيخليها سعيده واعمله. كويس. ما انت جاي بقى ودارس وبقيت وزير. انا دارس. نفسها في ايه؟ دارس. ايوه دارس. نفسها في ايه؟ الناس نفسها اولا تبقى معاها فلوس. معاها فلوس. معظم الناس بتبقى مشاكلها الاساسيه في الحياه ان هم معهمش فلوس. فاحنا لو فرقنا فلوس على الشعب، الشعب ده هيبقى سعيد. يا سلام. بس مفيش فلوس. ما هو ما مفيش شغل. ما مفيش شغل يا علي. مش تشغلهم الاول يا علي؟ ما مش هنعرف بقى. ليه؟ ما هنشغلهم. لا غصب. لا لازم تشتغلوا. طبعا. بس بصي هو الفكره كلها في الناس ان اللي بيبقى عايز يبقى مبسوط بيبقى مبسوط لوحده. يعني مش محتاج وزير. يعني مش محتاج وزير. لا 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 محتاج. انت اول حاجه قلتها ربنا يرزقنا وهتفرق عليهم فلوس. اوكي بعد كده ده اول قرار. اول قرار انا افرق فلوس على الناس. انا طبعا دلوقتي بقول حاجات ما اعرفش هتحصل ولا لا، بس انا هقول حاجات ايه اللي خلي بالك انت هتقول قسم. هقسم كمان. طب اقسم بقى على اللي انا بقوله ده. انا هقسم بس مش هقول الحاجات دي. لا يعني ده صدق بقى هو هيبقى فعلا سياده الوزير القسم. اقسم بالله العظيم ان اسعد الشعب المصري واجعله كله مبسوط. يا سلام. تلالا الله. مش عارف من غير الناس دي هنعمل ايه. شفت بقى من غير دول هيبقوا معاك في المكتب. دول هيمشوا معاك في الشارع. دول هيمشوا معاك في الشارع. كلهم هيبقوا في الوزاره. معاك في الوزاره. طبعا ده لازم. ابقى انا ماشي كده الموكب بتاعي الفرقه دي. واول ما اجي لك واشوف ايه عملت ايه وحققت ايه في الشارع المصري هيبقوا برضه هيعزوك. طبعا مش كده؟ ماشي بيهم. ماشي اي بيهم. حد زعلان يبقى ايه ندي واحده على طول. يلا يضحك امشي. حلو. ده اول ما تلاقيهم انبسطوا وضحكوا خلاص. خلاص كده يبقى انا هو ده دي وظيفتي. اذا انت ما عندكش مكتب بقى مش هتقعد في المكتب. لا اقعد في مكتب ليه؟ انا هقعد معاهم مع الفرقه. شوف الفرقه قاعده فين. هتسرح في الشارع. انا هفتح الوزاره بتاعتي عند الفرقه. عند الفرقه. ومعاك بقى بتلف المحافظات وتلف الشوارع والميادين. نص نقل. ايوه انا والفرقه. ايوه تمام. ونقعد ورا في النقل من ورا. حلو. ونمشي بقى اي حد زعلان نروح ايه مدين له حته. ايوه تمام. وربنا يستر علينا. حلو. ده الفرفشه والانبساط. مكافحه النكد بقى. مكافحه النكد. ان احنا ما نخليش حد يبقى متنكد. ولا لو لقينا حد متنكد في الشارع. لا لو لقينا حد متنكد في الشارع من غير المزيكا ومن غير اي حاجات يشربها او اي حاجات لا من غير شرب قانوني. لا الشرب مش بيبسط. أيوة. وهم الشرب ده وهم. بالظبط كده. هو لو حد متنكد إيه؟ ممكن نساله بقى هو متنكد ليه؟ إيه متنكد ليه؟ على حسب ردوده بقى. لو مثلا راجل تعبان نفسيا ولا حاجه، ناخده نفرفشه نوديه كده بحر ولا حاجه، تفسحه، يعني نلبسه مايو ننزله، حلو يعني نهيصه. واحد مثلا عنده مشاكل، احنا بعدنا كده عن الفلوس كويس، مفيش فلوس بقى دلوقتي، واحد مثلا هتاخده تفسحه، مش على طريقه فريد شوقي خدوا فسحوه لا لا اوعى، مش هنفسحه، نعذبه، هتاخده تفسحه ويلبس مايوه وينزل يبلبط في الميه، مايوه ينزل البحر يبلبط، واحنا واقفين انا والفرقه على الشط كلنا بمايوهات، تخيل الناس دي لابسه مايوهات يا عيني، هتلاقي الراجل لوحده ببسط، صح يعني صح. طب الراجل ده واللي مراته بقى معكنين عليه، اللي مراته معكنين عليه، يا نجوزه واحده ثانيه يا مراته نخليها ما تعكننش عليه. يعني طب اذا هو معكنن عليها بقى، لو هو معكنن عليها طبعا يبقى نجوزها هي واحد تاني، تطلقها تطلقها ايوه هي كويس. يبقى احنا الاول في حاجه، حلم جميل جدا ان انت توزع فلوس، وبعد كده هتمشي في الشارع مالكش مكتب وهتوزع الانبساطات دي على الناس تفرفشهم. طبعا حلو قوي. انت بقى مش بتلاحظ ان احنا بنفتي كتير؟ يعني تبص تلاقي مثلا ايه، اتفرج على ماتش كوره كويس، اوعى تكون انت بتفتي في انا فتي كده، انا فتاي انا المفروض ما امسكش الوزاره دي، لا يا شيخ انا اصلا فتاي بتفتي هضيع الدنيا. لا ده احنا بنفتي في الكوره، بنفتي في الاكل، بنفتي في الهندسه، بنفتي في السياسه. طبعا ما هو بص لي الناس يعني ما تنفعش تتفرج على حاجه ما تقولش ماشيه ازاي، يعني كل واحد ليه وجهه نظر. انت لو قاعده مع 5 6 بيتفرجوا على ماتش، قول لي بقى، هتلاقي كل واحد بيقول حاجه ومقتنع بيها، وكان طلع بالكوره ومشط رجله ومش عارف وفي ايه، وتلاقي يقول لك ما شاطش ليه، واحد يقول ما كانش المفروض يشوط، واحد يقول ما كان يباصي، واحد يقول ما كان يلعب سرو، واحد يقول طب ما كان يرفع، اما كله بقى يعني بالظبط مكان كان عمل كده، اللعيب مش هيعمل كل ده. طب ده الكوره، ايه تاني؟ مثلا السياسه، تلاقي واحد ما فيش فاهم اي حاجه في السياسه ويقول لك هو الرئيس قال لي كده، والرأي الله هو ازاي يقول كده؟ ما يروح يضرب اثيوبيا، ما يروح يضرب اثيوبيا، نروح نضرب معاه نلم بعضيها، يا اثيوبيا فين؟ فيقول له ايه هناك، يلا يا رجال، ولا ما حدش فاهم حاجه، ما يعرفوش الخطوره اللي جايه من الموضوع او هي الدنيا بتمشي ازاي. ايوه ممكن تحيه والله ليه يا علي؟ لانه هو المشاكل كلها جايه من الفيسبوك، يعني معظم المشاكل جايه من الفيسبوك، لان ما حدش بيحاسبك، ما حدش بيقول لك انت بتعمل ايه، فانت حر. في ناس معقده، الناس بتخش تشتم لمجرد ان هو مش زيك او مش عارف يوصل للي انت بتعمله، فيروح داخل شتمك هو وخلاص كده. وممكن تلاقيه هو متربي جدا ولطيف جدا، ولما يشوفك يكلمك حلو قوي، بس هو بيعمل كده من ورا حاجه، يعني انت مش شايفه ولا عارف اسمه ولا عنوانه. يعني انا هتكلم في المجال مثلا بتاعي، انا اقابل واحد في الشارع مش زي ما اقابله على الفيسبوك، اقابله في الشارع انت وازاي وحبيبي وعامل ايه، ممكن اقابله على الفيسبوك جملتين ويشتمني، لانه ما انا بعيد عنه وهو حر، يعني هو حر يخش، فهي مش ما ينفعش. طب هو حر، هي دي الحريه يعني في رايك؟ لا مش دي الحريه، الحريه مش ان احنا نستغل حاجه ان احنا نقعد نشتم فيها ما حدش هيكلمنا، نستغلها غلط. حرية ان انا ابقى حر، ان انا ما يعني ابقى يعني ما حدش يجبرني على حاجه، ما حدش يضايقني في حاجه، بس في النظام اللي معمول وفي العادات بتاعتنا والتقاليد بتاعتنا، مش هخرج بره كل ده واقول انا حر، انا كده مش حر. تقوم تضرب اللي جنبك تقول انا حر، عايز اضرب مش حر، انا كده عبيط، عايز اشتمه، انا حر. فلا، الحريه ان انا اعمل اللي انا عايزه في اطار العادات بتاعتنا والتقاليد بتاعتنا والنظام بتاعنا الجميل والحياه الحلوه دي، ابقى حر، انما اكسر يعني كل ده ابقى حر ما ينفعش. علي وانت صغير، عايزه اتخيلك ايه اللي كان بيبسطك ويفرحك ويزقططك وانا صغير؟ انا لو مثلا رحت لعبت ماتش كوره وكسبت هفرح انا واصحابي، لو رحت خرجت. طب هو الشباب دلوقتي كده ودلوقتي لو لعب ماتش كوره بيفرح. انا لحد دلوقتي لما بلعب ماتش كوره اجيب جون ولا حاجه بفرح. تفرح. يعني لكن مفيش حاجات معينة انت عاوز تيجي تحطها بقى في القرارات بتاعتك في الوزارة. سيادة الوزير ما تنساش ان انت وزير. نسيت ان انا وزير. لا 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 لا، خد افرد كده ماشي. ها هتعمل ايه؟ هل هتستدعي كل الحاجات اللي كانت بتبسطك وانت صغنن لما بقيت وزير؟ طبعا هستدعي كل الحاجات. عندك لعب مثلا، بتاكل شوكولاته كتير، عندك اصحاب. طبعا. مدرستك شكلها حلو. طبعا الحاجات دي كلها كانت بتبسط، بالذات ان انت مثلا تاخد تلم اصحابك تروح تقعدوا في مركب على النيل ولا تعمل اي حاجه. حاجات اللي بيبسط الانسان، حاجات بسيطه، بس هو لما الواحد بيعقدها مش عمره ما هيتبسط. هو اللي عاوز يتبسط من غير اي حاجه يتبسط. حتى لما هو انا كان مش طول الوقت كان بيبقى معايا فلوس، مش طول الوقت كان يعني. قعدت فتره انت معكش فلوس؟ قعدت فتره طويله ممكن ما يكونش معايا فلوس يعني، بس ببسط، بس ما بفكرش ان انا يبقى معايا فلوس. دي مهمه جدا على فكره، دي مهمه جدا، ان انت ما تحسش ان انت مش ناقصك حاجه. ايوه، ان انت تبقى مش لازم مستنيها دي عشان تفرح. ايوه، ان انت يعني تبقى ممكن تجي لك وبعدين بعد الشر لما يجي له حاجه يجي له انفلونزا يروح يديها للدكتور. مش كده؟ يروح يضيعها في الكشف. ضيعها في الكشف. لا، هو الفكره كلها ان انت في الوضع اللي انت فيه اتبسط بيه. ايوه، ما تفكرش في وضع واحد غيرك او في وضع ناس تانية. صحيح. ومحدش عارف ربنا بيخليك في وضع ده ليه. يمكن تتعلم منه حاجه تفيدك لما تبقى في وضع تاني. صحيح. ويمكن وضروري هيجي لك حاجه حلوه قوي بس قدام شويه. طبعا انا يعني دلوقتي. انا اكتر لحظات حياتي كنت ببقى مبسوط فيها ما كنت اروح اجيب فطيره بنص جنيه ولا بجنيه واحط فيها شيبسي واكلها وامشي كده معليش اي حاجه في الدنيا. صحيح. دي كانت اكتر لحظات حياتي ببقى مبسوط فيها. سلام مربع قوي. سلام مربع. ده ايه الكلام ده؟ ايه الكلام الجميل ده؟ فعلا انت بتقول حاجه في الكتاب، في كتاب علم النفس، ان الواحد يبقى راضي، ومش بس في كتب علم النفس، ده في القرآن. طبعا هو الرضا ده اهم هو الواحد لو مشي مع ربنا في كل الظروف هيبقى مبسوط. انما الناس تقول لك انا سايبها على الله، يا عم انا اتكلت على الله. أيوة. ووشه عامل كده. أيوة. يقول لك انا سايبها على الله. أيوة. انا يا عم انا نزلت وقلت لا اله الا الله. ده بص في وشك الاول انت. أيوه. وشك عامل ازاي؟ انت كده سايبها على الله؟ ايوه مستحيل. هي مش بالكلام، هي من جواك. انت لو نازل من بيتكم وقلت لا وعنده 10 عيال وكمان جايب كمان 3 4 وسايبها برضه على الله. طبعا. وتلاقي الناس مثلا انا اقول لك على حاجه، الشعب ده كله بيشرب سجاير ما عدا انا وانت تقريبا. احنا الاثنين. انت والله؟ ما بنشربش. صحيح. طبعا. الشعب كله يشرب سجاير. السجاير اساسا اكتر سبب في ان انت ما تبقاش مبسوط في حياتك، واكتر حاجه هتتحاسب عليها يوم القيامه، واكتر حاجه هتجيب له الامراض. ليه بقى هتحاسب عليها يوم القيامه؟ أيوة. لانها بتضيع الصحه والفلوس والعمر، 3 حاجات اللي انت بتتحاسب عليهم يوم القيامه. سلام. سيادة الوزير أنا مستمتعة بالكلام. ربنا يستر. اتفضل. وإيه كمان؟ يعني أنا أقول لك موقف، كنت مرة راكب مع سواق تاكسي والراجل مكشر، الدنيا مش سودة في وشه، هو آخر يوم ليه النهاردة الدنيا. ومروح بقى. يعني أنا راكب معاه، كنت نازل رايح عندي مسرحية. أيوة. فأنا لو أنا رايح المسرح لازم أبقى مهيئ نفسي إن أنا أبقى سعيد عشان أقدر أمثل. طب. كويس. طب. فالراجل أنا ركبت بصيت له لقيته عامل ماسك شاي ومولع سيجارة. قلت له في ايه يا عم؟ في ايه؟ مالك في ايه؟ قال لي اسكت انا الدنيا انا خلاص انا كده. قلت له خلاص يعني انا مش طايق حياتي والدنيا واللي عايشينها وعيال ومصاريف. قلت له انت بتشرب سجاير كام علبه في اليوم؟ قال لي 3 علب ولا حاجه. قلت له بكام يعني؟ بتصرف كام في كده؟ قال لي العلبه ب 18 ولا مش عارف يعني بتاع 80 90 جنيه. قلت له ما انت لو وفرت الفلوس دي هتلاقي صحتك حلوه، هتشتغل اكتر من الوقت اللي انت بتشتغله، مش هتكشر التكشيره اللي انت في وشك دي، فربنا هيكرمك، هيبقى معاك فلوس، تشتري فاكهه، تحافظ على نفسك، نفسيتك تتبسط، نفسيتك تبقى كده، فيعني اعمل كده. قال لي راح مولع سيجاره. قال لي هبقى افكر انا في الموضوع ده. لسه هيروح يفكر. الناس جايبان نفسهم. الفتي بقى هتطلع له قانون لأي حد يفتي. أنا بفكر نعمل حتة زي القرية الذكية كده. أيوه. نسميها قرية الفتي بقى ولا يروحوا يقعدوا هم لوحدهم؟ يقعدوا كلهم مع بعض. هيطلع أحلى شغل. هتشوفي كمية حاجات غلط بتطلع يعني هتبقى جميلة. ونسكنهم هناك يعني يبقوا هم مجتمع لوحده مقفول عليه. قرية كده اسمها قرية الفتايين. الفتايين يقعدوا بقى يفتوا مع بعض، يشوفوا اليوم عايزين يمشوه ازاي ويمشوه مع بعض، ولا شغلة ولا مشغلة ولا حاجة، واحنا نقعد براحتنا احنا بره. يعني انا مش عارفة اقول لك ايه، بس انت عملت لهم القرية دي وانت مقتنع، وانت بتتكلم ان انت قابلت فتايين كتير. طبعا انا قابلت فتاين في كل، انت لو ماشيه تايهه هتلاقي كله بيفتي الطريق منين. يعني هتلاقي نفس المكان بس 18 سكه، ما نعرفش. يعني هتلاقي نفس المكان انت رايحه بس 18 طريق يوديك. ايوه. واسالي بقى، كل ما تسالي واحد هيقول لك حاجه. تسالي واحد تقول له فين مثلا ميدان لبنان؟ يا لا اصبر، ميدان لبنان. ايوه. ويفكر يعني مش عارف. ميدان لبنان، بص يا معلم. ايوه. انت هترجع وتلف وتروح وشمال، تقول له طب تمام ماشي تروح. انا والله العظيم مره كنت رايح في مدينه نصر، حاجه ترجع دي. قلت له ارجع هنا، ما رجعتش. لا ده لازم ترجع. جيت كل ده ما رجعوش. قول لي قدام فين، انما ما ترجعنيش تاني. حصل لك ايه؟ انا مره كنت رايح مدينه نصر كده، كان عندي تصوير مره في السيرك القومي اللي هو في مصر الجديده ده، باين مش عارف ايه. اقسم بالله يعني مكان قدامي اهو، بسبب الناس انا لفيت المكان 12 مره، عمال الف وهو قدامي انا، مش عارف اول مره اجي. يعني انا هو اخش كده بقى جوه، اجي اقف اقول له فين السيرك، يقول لي يا انت ايه اللي جابك هنا؟ ده الناحيه الثانيه. حاضر، الف ما الاقيش، اسال واحد ثاني، يا عم ده الباب انت عايز بوابه كام؟ اقول له 4، يقول لي 4. طيب بص، هتلاقي بوابه 3. ايوه، وتلاقيه بطيء. لا هو بطيء وبيعمل نفس اللي هو بيفكر هو مش عارف. طب بتفتي ليه؟ ما تضيعش علينا الوقت. يعني هو انت مش هنا. فبضطر انا بقى افتي لما اقابل حد من الناس دي اسوحه، فنبقى كلنا بنسوح بعض، ما حدش بيوصل، عشان كده في زحمه. لا اديني السينه ازاي. هو دلوقتي انت قلت له فين باب السيرك والسيرك قدامك، وادالك فتيتين. هو لو مش عارف ما يقولش، انما ازاي ما بقاش عارف؟ دي مشكله. لازم ابقى عارف، انا لازم ابقى عارف المكان، لان انا ماشي في الشارع. ازاي دي فرصه؟ واحد سالني، يعني ده واحد سالني، الحمد لله يا رب. السيرك لا، شمال في يمين هتلاقي بوابه 3 واقعد هناك. فتروح ما تلاقيش حاجه. انت بقى سرحت بيهم ازاي؟ طبعا انا لو حد بيعمل فيها كده وقابلته بعمل فيها على طول. تقول له ايه بقى؟ هفتي له نفس الكلام، نفس اقول له فين. انا مره عملتها في مسرحيه في مسرح مصر، ايه اللي هو كنت عامل ظابط في الميه، كان اسمي الكابوريا حلم بحر. المفروض ان انا واحد مركب ماشي في الميه، فانا مرور في البحر، فقلت له واقف رايح فين؟ رخص. قال لي مبلوله. قلت له مفيش الكلام ده، اطلع. مبلوله؟ انت رايح فين؟ قال لي انا رايح حته كده. قلت له بص بقى يا معلم، انت هتمشي على طول هتلاقي سمكه قرش، مالكش دعوه بيها، هتعدي هتلاقي بحر، ما تتفاجئش، واحنا اصلا في الميه. تمام. فمن نفس المنطق ده سوحت ووديته، يعني قعدت احكي له نص ساعه في حاجات مش منطقيه. يعني انت قلت له هتروح هناك هتلاقيني واقف، اسالني اقول لك بقى المكان اللي بالظبط. علي، انت مارست الفتي وانت طبعا. طب هل مارست الفتي وانت قاعد مع اصحابك، قاعد في البيت بتتفرج؟ بص احنا لما بقى مثلا في الكوره بنفتي. ايه احلى فتيه عملتها في الكوره واحلى فتيه في السياسه؟ ما انا هقول لك، في الكوره لما بنبقى قاعدين، انت الواحد بيتعصب لما يلاقي واحد يقول رايه وغلبه. فاهماني؟ يعني قاعدين احنا 5 مثلا. ايوه. فاتشاطت كوره، فواحد يقول المفروض ما كانش يشوطها كده، المفروض كان ايه، يهدى عليها، فواحد يقول له صح، فواحد تاني يتنرفز، ايه اللي صح؟ ايه اللي صح؟ لا ما كانش يشوطها كده، ما يشوطش كده، يهدى. يتنرفز ده اللي هو مين بقى؟ انت الاهلاوي ولا الزملكاوي؟ انا اهلاوي. فتقول له ايه بقى؟ اقول له لا ما يشوطش بقى، ونفضل نخش في جدال لحد اما واحد فينا. لا ما انت خلي بالك برضو ان الفتاين حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. طبعا. يعني ممكن اللعيب برضو قلش فانت تقعد تفتي انه هي دي مظبوطه، هو خدها كده صح. ايوه، فكله طبعا بيقول اللي نفسه فيه. انما انا دايما بقول لهم يا جماعه اللعيب اللي في الملعب في حاجات كتير قوي في دماغه. انا كنت بلعب كوره، ففي حاجات كتير قوي في دماغه غير اللي انت بتراجع التلفزيون. الشوطه دي لا، ده هو ممكن يكون اتعوجت رجله، ده المقاسات نفسها، المسافات الملعب كبير اساسا، مش في الاوضه دي. يعني الواحد ممكن يقعد يلعب نص ساعه بيجري من الكوره ما تجيلوش اساسا في الماتش. فبلاقي صلوا على النبي، صلوا على النبي. صحيح. لا السياسه بقى انا ماليش في السياسه، فلما بلاقي فتره الثوره والحاجات دي وبتاع فكلنا ما كناش لاقيين حاجه نتكلم فيها الا السياسه. طبعا نتكلم في، ما احنا قاعدين في الشارع لجنه شعبيه وقال لك جايين من هنا وجايين من هنا ولازم نلحقهم وبتاع. يعني انت ما عملتش اي فاتيه في الايام اللي فاتت دي في السياسه؟ ولا بس بالكلام، ولا مثلا نزلت في اللجان الشعبيه، نزلت في طبعا نزلت في اللجان الشعبيه عشان لازم انزل، يعني اعمل ايه؟ كله كان بينزل، كله كان بينزل. حصلت لك حاجه؟ ده حصلت لي حاجات. ده انا اقول لك مره عدت عربيه فراخ، كنا واقفين احنا في الشارع، الناس حاطه متاريس كده كتير في الشارع تمام، فعدت عربيه فراخ مليانه فراخ. المهم الناس قالوا اهم ايه، فجرينا فقعدوا يضربوا في الكاوتشات، وقفوا عربيه الفراخ. فالراجل قال لهم والله ده فراخ ومفيش حاجه. قالوا له فراخ ايه؟ ولا خدوا الفراخ الناس، كل واحد خد له فرختين واللي خد له ثلاثه وجريوا. وبعدين اتقابلنا تاني يا جدعان وبتاع، كله بيضحك وبتاع، قال لك ده انا اكلت الفراخ وبتاع. لا مش معقول. لا ده كان بيحصل بلاوي. وكلمه السر دي طبعا في اللجنه الشعبيه، كلمه السر، مثلا اوراني، فتلاقي نفسك لازم تقول اوراني وخلاص. هتعدي تلاقي واحد اصلا واقف، اقسم برب العزه الشمام، يعني ما ينفعش لجنه عامل ظابط واقف عامل كده واقف راح فين؟ بقول له راح معدي كلمه السر. مش عديت على عم عبد الرحمن من شويه كده بقى الدنيا، الشارع فيصل بقى كان كده. فيا نهار اسود، والله كانت الدنيا كل ما تعدي على واحد يقول لك افتح لي الشنطه. حافظ بقى فاهمه؟ كتر اللي حصل فيه في الكماين بيطلعوا بس انت كنت بتعمل ايه؟ كنت بلعب كوره في الشارع مثلا بتاع. انا ما كنتش بقف في اللجنه في الكمين، كنت بقف تحت بيتنا، عشان لو من كتر اللي بسمعه بتبقى واقف تحت البيت. انا اللي كنت بعرفه ان كان في شباب بيلقط كام كلب من الشارع، عارف كلاب الشوارع دي، كلاب البلد جربانه بقى، غلبانه قوي، يقول لك ده كلب بوليسي. والله يقول لك استنى شمم الكلب العربيه. شم العربيه، شم هو شخصيا كلب بلدي اصلا، مش هيشم ايه. ايوه في كلب بلدي بيشم. بس احنا عندنا بايام يا نهار ابيض. لا دي ايام غريبه. فكان كله بيفتي، ده مش فتي، ده الناس كانت واقفه ظباط كلها في الشوارع، كله ظابط ولواء، وبقى الناس منصبه بعض، يعني كل واحد واخد منصب كان نفسه فيه، وحاسس بيه قوي وبيأديه. كان عندنا غفر لواءات في الفتره دي، كان لواء يعني ما تعرفش كام معاه، هو غفير يعني بس لواء، بقى لواء لابس الجلابيه بس حاسس ان هنا في نجوم وسيوف وكل حاجه. والله واقف بالجلابيه وبرنس يعدي، الله يطلق ما هو معدي، افتح الشنطه، افتح الشنطه، افتح الشنطه، ما ينفعش حاجه، ازاي اركنوا لي العربيه دي على جنب. ويعدي راجل محترم، وكانت في ظباط بتعدي، في ظباط راكبه بقى العربيات، راكبه العربيات بيعمل ايه؟ يقول له يا عم انا ظابط، ظباط هربت، اركن كان الفاتيه طبعا على ودنه، اللي نفسه في حاجه بقى كان بيعملها. دي بقى فتره الفاتيه بقى. انت ممكن تعمل عقوبه للفتي والنكد؟ يعني واحد مكشر، يعني الناس المكشره هتعمل فيها؟ لا انا لو الناس فعلا بتفتي تودي الدنيا في داهيه، ده تتحبس. تتحبس الفتي يعني ده، اي فتيايه يتحبس. انا مبسوطه بيك جدا يا علي. علي ربيع بهديهولكوا وزير الفرفشه والانبساط ومنع النكد وتحجيم، ما بيقبلوش منع الفتي، هنحجمها على قد ما نقدر بقى نحجمها. مش فاكر انت احلى واقوى فتية عملتها في حياتك؟ فاتتش. انا بقول لك انا فاتت كتير اكيد. ما فاتتش. طب ايه اكتر فتية فاتتها؟ مش فاكر فتية معينة بس بس بفتي يعني. فاتت زمان الصراحة. كنت بقعد مع صحابي افتي في اي حاجة. تفتي في اي حاجه. يعني مثقف. طبعا. خلاص انت هتعمل قانون وهتعمل عقاب ان شاء الله. علي ربيع تشرفنا سياده الوزير. ربنا لا من الوزير دي اصلها حاجه لا ما كبيره. لا سياده الوزير وزير الانبساط وانت لما عملت القسم انا اول مره اشوف وزير بيقول القسم بتاعه وهو مسخسخ من الضحك. ممكن تقولي القسم تاني من فضلك؟ لا وانا ممكن اقول بهديكوا الاستاذ الوزير علي ربيع وزير الانبساط والفرفشه والقضاء على النكد ومنع الفتي. اتفضل اقسم بقى. انا ممكن اقول ان انا من خلال الوظيفه بتاعتي او مهنتي التمثيل ان انا ما اخليش حد في مصر مش مبسوط. ده عن طريق المهنه بتاعتك، ده حاجه حلوه قوي. ده واجبي تجاه الناس. أنا طب هل أنت مثلا ممكن تروح لحد تغني له حاجة، تقول له نكتتين، تقول له إفيه، ترمي له إفيه في البلكونة كده؟ ما هو أنا ممكن. أنت هتفضل ماشي دلوقتي في الشوارع وفي الأحياء والمناطق المنعزلة كمان. أنا ممكن من خلال مسرحياتي أو سينما أو تلفزيون إن أنا أقدر هتركز أوصل لكل الناس وإن أنا أقدر أطلعهم من الهم اللي هم فيه في. طب انا عايزه انبسط بقى وزقطط، عايزه اغني وعايزه اغني. ايه رايك نغني مع جايب فرقه؟ كان في اغنيه في مسرح مصر كنت بغنيها. أيوة. قولها. شغال كده ولا مفتوح؟ كنت بقول فيها ايه؟ يا منفشة يا منفشي يا منفسي عيش نسناس موزو على قده، كل اللي ناسانيس من موزه يتغدوا، يتشقلب يضحك خلق الله، يتشقلب يشقلب كله معاه. نس ناس جواك وجوايا، نس ناس له موزه له غابه. الله جميله جميله. اغنيه للقرود يعني. انا اغنيه للاسس صح. عايزه اقول لك تشرفنا يا علي. ده نورك والله. انا مبسوط ان تشرفنا وانبسطنا وبقينا سعداء ومبسوطين بيك. وسياده الوزير انت ليك مستقبل الحقيقه، وممكن جدا تبقى رئيس الوزاره لو انت فعلا خليتنا نبقى مبسوطين وفرحانين ان شاء الله. بهديكوا علي ربيع وزير الانبساط والفرفشه والقضاء على النكد والفتي. تشرفنا يا علي. ربنا يخليك، ده نورك والله.